حولكم من العرب منافقين ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، أنت لا تعلمهم ونحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. المنافق ده نحن نعرفه كيف؟ الليلة الدولة دي في زمن بحياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت من قسمة، الجزء الأول بيحكم من دمشق وجزء محكوم من بغداد ولا الكوفة ما عارف. فهل الليلة معاوية معين من خليفة المسلمين علي بن أبي طالب ولا شاقع عصا الطاعة؟ عشان الليلة نقول الصحابة ديل نحن المنافق ده بنعرفه كيف؟ بعدين الليلة زمن سيدنا عثمان، نحن ما بنشك في تقوى سيدنا عثمان، لكن يعني زول يعني ما عنده الحكمة اللي بيقدر يدير بها البلد. الليلة أكبر دولتين في العالم كان بيدفع عن الجيزة عن يدين وهم صاغرون، كيف الليلة الناس يجوا يتجمهروا عليك ويخشوا عليك ويقتلوك في عقر دارك؟ ممكن القتل ده قدره ممكن يعني الليلة يكون زول جاي لابد كده ما عارف زي قتل علي بن أبي طالب ما عارف النهاية ممكن، لكن كون الناس الليلة تتجمهر وتجي لما تحاصر في الباب وتخش عليه وتقتله، الكلام ده بيقبلوا عقل؟ نحن الرواية الصحيحة روينا انه مروان بن الحكم استغل حكم الخاتم بتاع سيدنا عثمان وكتب انه هؤلاء يقتلوا، وديل في رجعتهم وقعوا في المسألة دي، فجوا راجعين قال لي يا لسيدنا عثمان قال لي الخاتم ده مش حقك؟ قال لي حقي لكن انا ما عملته. الخاتم لقوه انه عامله مروان بن الحكم هم بني اميه، وطبعا ابن يمين خططوا لقتل عثمان عشان يعملوا حركاتهم دي انه دارين تار عثمان والجمر وقدي والجمل والحركات اللي بيعملوها دي، حتى يعني بعد حصلت المواجهه وشعروا انهم مهزومين رفعوا المصاعب في سنة الرماح، فقالوا يعني في سنة الرماح انه التحكيم الخوارج حسي اللي بيتكلموا عليهم ديل قالوا ما دارين تحكيم، دارين الموضوع ينحسم عسكريا ما دارين تحكيم ولا أنا. إنه الليلة لو كان أصله في تحكيم قالوا يعني ما دارين الموضوع يعني الحكيم. في ناس ثاني الغالبية طلعت دار التحكيم وديل هددوا إنه حيخرجوا من علي بن أبي طالب لو أصل المسألة دي ما انحسمت عسكريا، نحن قال لي حنخرج منها. فعلا اختاروا نفرين علي مع هناي ابو موسى العشري، اختار ابو موسى العشري يكون بالنسبه له هناي وكيل، ومعاويه اختار عمرو بن العاص، والاثنين اتفقوا انه يخلعوا علي ومعاويه. فعمرو بن العاص تقدم قال لي ابو موسى العشري تقدم، وابو موسى العشري قال انا خلعت صاحبي كما اخلع الخاتم. المفروض عمرو بن العاص يعمل نفس العمليه دي، يقول انا خلعت صاحبي كما خلعت الخاتم وصباعي، وإذا بها يتنكر للاتفاق معه، إذا تكلم ده النفاق ده صار النفاق إنه ثبت صاحبي كما ثبت الخاتم. والليلة عمرو بن العاص كان الكلام ده قاله موقف قوة بعد الخوارج ما طلعوا من علي بن أبي طالب وبقى موقفه ضعيف، كان بيتمنى الليلة عمرو بن العاص يعني ثاني ترجع المواجهة من جديد، وطبعا بقى موقوفه نائب بعد الخوارج بقى موقف سيدنا علي ضعيف، يعني ناسه بقوا قلال وذلك بالنسبة له كثيرين. ف ده يعني ده النفاق هنا الموضوع ثبتوا صاحبي كمان، وكان بيتمنى يعني نائب. الزبير بن العوام شعر انه يعني ضحية مؤامرة دنية ذهب باكيا يعني. مشى تحت شجرة، الجماعة ديل هنا شعروا به ورسلوا يوم ان يقتلوا قتلوه، يحسبون كله صحيح عليهم، يعني طبعا الزبير حيجي حيقول يعني شنو؟ حيقول انه انا غشوني وخدعوني وقال لي انه علي ده منافق، اللي بيقول له منو؟ اللي بيقول له علي منافق منو؟ اللي بيقدر يقتنع منو؟ بيقنع الزبير وطلحة منو انه علي منافق؟
الواقع سمى شنو؟ سمى طغاة الجمل. ليه سمى طغاة الجمل؟ لأن السيدة عائشة كانت راكبة في الجمل، كانت بالناصر من السيدة عائشة، تناصر علي معاوية ضد علي، وبقولوا عن خط وادي عائشة كده إنه دارين تعر عثمان بن عفان. فالليله رسول الله يعني في سوره الاسراء بيقول ليه لولا ثبتناك لقد كنت تركن الي شيئا قليلا، اذا لاضغناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لما لا تجد لك علينا نصيرا. لكن السنه الموضوعه بيقول لك الصحابي ان اخطا له اجر وان اصاب له اجرين. انت ليه تركب راسك وتخطا ويكون لك اجر؟ الحواري لما طلبوا المائده قال له انا منزل عليكم، لكن بعد ذلك بيكفر شنو؟ يعذبوا عذابا لا يعذب احد من العالمين. لما تسالون يقول لك ليه تصرف كذا؟ يقول لك اخطا، اخطا له اجر. الكلام ده بيعقل؟ انت حاجونا بالقران. طيب كويس، حاجك ان شاء الله. طيب السنة دي ثبت فيها الموضوع كثير. ما مشكلة يا عم، انا خليك قريب، خليك قريب ونتأدب بأدب القرآن. ربنا قال الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فانت الليله جيت قلت كلام خطير جدا، الكلام ده خطير مره واحد، وده فيه اتهام للصحابه انهم منافقين، انهم السيده عائشه، منهم عمرو بن العاص، وانت قاعد تنزل فوقهم الايات من قبل. يعني كافره عائشه رضي الله عنها؟ كافره عائشه رضي الله عنها كافره يعني؟ نحن بنعرف انه لا، ما كذا انا ما دار اعرف. اتفضل كذا قول للنازل. من تاتي منكم، انت خايف يا عمنا ولا من تاتي منكم بفاحشه يضاعف لها العذاب ضعفين. ايوه هاي اها، الفاحشه دي شنو؟ يعني الغلط. ايوه هاي، وبتجي بالحسنه بنديها اجرها. تمام، نديها اجرها مرتين. لا يعني هسه انا افهم شنو يعني ملائكه؟ انا دار افهم، انا دار افهم حاجه. ملائكه؟ انا دار افهم حاجه. ملائكه؟ ما ملائكه، دار افهم حاجه بس. هل هي منافقه رضي الله عنها؟ لا، موقفها عايزه تركب. خليك، ما انا بجاوب لك، ما انا داير الخلاصه، بعد ذاك نشوف التفاصيل. لا نحن برر لي موقفها. لا لا، انا ما برد عليك، لكن بس انا داير افهم حاجه واحده. هل عائشه رضي الله عنها منافقه؟ انت الان قلت ده نفاق، قلت منو اللي بيقدر يمرق الزبير؟ وانا عارف تفاصيلك اللي قلتها دي، الحمد لله حافظها في المجلد الخامس من تاريخ الطبري، ولسه جايك للثاني، فهمت؟ لكن كلامك ده كلام عجيب. انت الان قلت دي منافقه، وده قلت ده النفاق ذاته، واستدلت بالايه ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن، وقال كيف في السنه يجي يقول لك اللي بيخطئ له اجر واللي بيصيب له اجرين؟ ده ما بالعقل صح؟ يعني يعني نمرق بشنو يعني؟ انه عائشه رضي الله عنها منافقه يعني؟ والله هو ما القران سناون قال اللي بتجي بالغلط يا اخي القران. طيب طيب، ما نمشي للايه. ربنا سبحانه وتعالى قال يا نساء النبي، اسمع اسمع الكلام يا عم، قال انت اصلا ما قريت ايه صح ذاته، كل اياتك وحديثها غلط غلط كلها، فهمت؟ لكن ربنا قال من ياتي منكن، من دي شرطيه، ولا يلزم من كونها شرطيه ان يقع الشرط. ربنا قال قل ان كان، اسمع كلامي معلش، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. هل الله عنده ولد؟ الله انت معي؟ مركز معي انت؟ الله عنده ولد؟ ما عنده. هل يلزم من الشرط وقوع المشروط؟ يلزم منه؟ طيب انت معلش، انت يا عمنا قد تكون قاعد تحضر لك غنى من الغنوات بتاعت الشيعة، ها؟ ده في الغالب انك بتحضر لك غنى من غنوات الشيعة الفارغة الفاشلة، عشان كده حصلت للمرحلة زي دي. طيب أول حاجة بنزل السؤال يا اخواننا، أنت الآيات اللي استدلت بهم ديل نقل لك منو؟ نقل لك الخميني؟ ها؟ القرآن جاك كيف؟ قريته أنت يعني نزل عليك أنت؟ أجابوا لك منو القرآن ده؟ ده ما سؤال، أجابوا لك منو القرآن ده؟ ده ما سؤال. القرآن ده انت ربنا سبحانه وتعالى نزل عليه قرآن؟ نزل عليه قرآن ربنا؟ يا اخ سألتك سؤال. طيب أول كابر كان منو؟ أول كابر دارين نعرف. طيب بعديه الصحابة. أها، ديل تميز لي بيناتهم كيف؟ أنت ما قلت ما بتؤمن إلا بالقرآن. اديني دليل من القرآن على أسماء المخلصين وأسماء المنافقين بنص القرآن. أنت الآن قاعد تطعن في الصحابة وتطلعهم منافقين. أنا داير منك نص القرآن، إنه القرآن ثبت لك بالصحابة مخلصين، ديل قبلت منهم القرآن. وفي صحابة ما مخلصين وأنت بتسميهم منافقين ما قبلت منهم القرآن.
أنا داير آية بتقول لك يا أيها الذين آمنوا فلان وفلان وفلان منافقين وفلان 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 كويسين اخذوا منهم القرآن. وين؟ تعرفهم بسيماهم كيف؟ أنت شفتهم؟ سيماهم معناها شنو؟ معليش يا أخواننا خلوه، سيماهم معناها شنو؟ السيما معناها شنو؟ معناها العلامة مش؟ أنت لقيت أبو بكر الصديق؟ طيب أنت بتقول كلام ما عارفه ذاته مارق من راسك وجاي من وين؟ طيب عموما عموما أنت منهجك ده منهج الشيعة، والشيعة ديل عندنا كفار تب. والصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، يا أخ زوجة الرسول، زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب طيب حادثة الجمل عرفتها صحيحة كيف؟ دقيقة أديني آية بحادثة الجمل. آية الجمل دي كانت وين؟ سؤال ثبتت لك بشنو؟ سؤال بالتاريخ. تمام، التاريخ اللي هو الأسانيد برضو الأحاديث بتاعتها ثبت بالتاريخ اللي هو الأسانيد. يبقى أنت نقاشك ده نقاش فارغ فاشل، وده الشيعة ناس جهال. ده نموذج بتاع شيعة ثبت عندك، شفت الأحاديث في ذم الشيعة؟ هذا ده واحد منهم، ده واحد من الشيعة، عرفتها؟ المنهج الشيعي، ومنهج فارغ ساكت، منهج بيقول لك لحم الأرنب حرام، كده قبل ما أرد لك على النقاش النقاش ده، قالوا لأنه الأرنب من الحشرات، قال عندنا روايات من أهل البيت، الأرنب من الحشرات؟ ها؟ من الحشرات الأرنب؟ الأرنب حلال ولا حرام؟ طيب، خلينا منه. طيب، طيب، نرد لكم على الشبه دي. شوف الزول ده أول حاجة في كلامه، الزول ده في كلامه يا أخواننا ما بيقبل قال الأحاديث صح ولا ما صح؟ وهسي أغربها وبيقبل روايات. ما تسمع كلامي انت، انت ما قلت بتقبل التاريخ؟ تقبل التاريخ دي كلمة عامة فضفاضة، كلمة دي يمكن يكون الغطري بتاع 4000 سنة ضوئية، ده ما حاجة مضبوطة، فهمت يا اخ؟ ما قتل ذاته، ما قتل، مات في سريره، ده مات في سرير. في آية يا عمنا، انت يا عندك منهج تمش بيه، نحن عندنا في الرياضيات دي عندنا القسمة دي، اذا زاد المغام على البسط النتيجة بتطلع صغيرة ولا كيف يا شباب؟ عرفتها؟ في منهج بتمش بيه، داير تحسب في عندك متر في سنتيمتر، انت ورينا الحساب بتاعك بيكون كيف؟ انت الان قلت ما بتقبل التاريخ، هل بتقبل التاريخ ولا ما بتقبله؟ عشان يا تقبله كله يا تتكلم لنا بقرآن بس. اقول منه طيب؟ اقول منه؟ اقول منه دقيقة؟ اقول منه؟ اها اها نحن دي لمنو لك انت ولا للخميني؟ نحن دي لمنو؟ لا تعلمهم نحن نعلمهم، نحن دي لمنو؟ انت قلت تعرفهم بسيمان، طيب نزلنا معاك انت دار تطلع الصحابه منافقين، دار تطلع، ما اسمع معليش ما تقاطع. ربنا قال، ربنا سبحانه وتعالى قال في القران لو انت بتؤمن به، ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الذين يستمعون القول، يعني اصبر، انت قلت تعرفهم بسيمان الايه دي استدلت بها. طيب يا اخواننا انا عشان اعرف ذول بسيماو الا اكون شفته ولا كلامي ده يا اخواننا ما موافق العقل؟ العقل موافقه ولا موافقه؟ موافقه صح ولا ما صح؟ العقل موافقه. طيب انت شفت الصحابه؟ طيب انت بتؤمن بالتاريخ؟ انا ما داير مع حاجه اقبضك بها، انت الان زي صابونه لوكس، اقبضك كده تزوق بي جاي، اقبضك كده تزوق بي جاي. انت مؤمن بشنو؟ وريني عشان انا ناقشك، لو مؤمن بالكوره نمشي الميدان عشان اقنعك. وريني انت، انت مؤمن بجنو؟ انا الان الى الان ما رديت على شبهه واحده، وكلها شبهه قديمه انا بقدر ارد عليها، لكن ارد لك بشنو؟ انت بتقتنع بشنو؟ بالتاريخ، بالفيزياء، بالكيمياء، بالحساب، بالقران، بشنو؟ ما دخلوا لك؟ قال حديث ما تدخلوا له مش؟ دقيقه دقيقه، قران بس مش؟ طيب الطلب الاول منك، انا داير لك، داير لي ايه من القران توريني أسماء الصحابة الكويسين وأسماء الصحابة الكعبين أو صورة كاملة. ما هو قال داير مش قلت داير قرآن بس؟ حبابة كلف راح ننزل القرآن 114 صورة، لو داير ننزل تسميع هسي داير ما عندنا مشكلة. أديني آية من القرآن قالت فلان وفلان ديل كويسين وفلان وفلان ديل كعبين، عندك؟ يا أخ ما يتكلم هسي، أنا ده بقول أنت منافق أها بنص الآية، والقرآن قال اقتلك انت، لأنه ربنا قال يا أيها الذين آمنوا جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، دار جاهد فيك. هل كذا الكلام صح؟ ما صح يا أخي، في ضوابط وفي أصول الناس بيرجعوا لها. أنت شغلتك دي شغلت ناس داعش سايها بتلي، داعش والشيعة والعقلانيين والعلمانيين، أنت ما تكون عبارة عن قفة بتاعت وساخة،
انت خلي عندك منهج، منهج. انا اقبضك بشنو؟ بس انا ما قادر اقبضك، انا دار اقبضك. الراجل بيقبضوه من وين يا اخوانا؟ من لسانه. انا دار لك كلمه هنا، انت لو قلت القران بس قلت جبت قصه التحكيم، قصه التحكيم وريني فيها توايه. في زول عنده مصحف؟ زول عنده مصحف؟ جيب المصحف أوري امرق لي قصه التحكيم. هسي ببقى شيع وانا بزيك الصحابه دي، جيب امرق لي. ولا يكون القران ده ما يهو ما حقك، زي ما قال الكافي الكليني وبجيك راجع له. هاك امرق لي قصه التحكيم، يبقى انت اخذتها من التاريخ. ايوه ايوه اخذتها من التاريخ، اخذتها من التاريخ. القصه دي بتاعت التحكيم انت اخذتها من التاريخ، يبقى التاريخ مرجع، يبقى نقبضك من التاريخ. فهمت؟ طيب هاك المصحف ما بيلقاها. والقران كله مدح للصحابه. ربنا سبحانه وتعالى قال لقد رضي، رضي فعل مضارع واللام توطئ للقسم وقد حرف تحقيق وقع وانتهى. ربنا قال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم وانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. ربنا سبحانه وتعالى قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا كلا كلهم وعد الله الحسنى الجنة. فهمت؟ أنا أجيب لك من وين؟ ربنا قال محمد رسول الله، ده القرآن. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ربنا زكى بواطنهم، بواطنهم. انت عارف دي براءة من النفاق؟ اصبر 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 انا ما جاي، ما الآية دي ذاتها بنزلها فيك انت ذاته. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب أليم. اها بتقدر تمنعها؟ ما شغلة ما هبت اللساي في منهج يا ود الحلال. دي بتمشي تلعب بها في ايران هناك، الناس اللي بيسجدوا للخميني ومعليش يعني في العبارات دي، لكن ده الحاصل. وبيمشوا بيحتفلوا بسرواله والمحلة الكاميرا قد فوقه، والله بسروال الخميني. انت قال لك بتمشيها فينا نحن؟ شاهد العواليق وسخين وسفله صوفيه بتاعي. ماذا؟ ما القران الا كتاب الله، ما القران، ما القران. والله والله ده دليل ذاته، ده دليل على انه الصوفيه منهج باطل. صوفيه اخوان مسلمين انصار سنه كله باطل. كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام فوق رقبتك وجوع عينك. ربنا سبحانه وتعالى في القران قال شنو؟ ربنا ما بيسمع القران لانه مؤمن، ما بيؤمن بالقران ذاته. بديك الكلام من كتبهم ذاته، ما بيؤمن بالقران ذاته. انت قالوا بيؤمن بالقران؟ ده دار يجيبوا لك حجه ساي. لكن الشيعه زي ما قال العلماء اكذب الطوائف الشيعه. فهمت؟ طيب اما قال الخوارج اللي بيتكلموا عنهم ديل قالوا ما دارين تحكيم عديل. انت قال لك دي فخر اليوم يعني؟ ده بيمدح في الخوارج. التحكيم قاعد في القران. ننزل القران، نفتح جيب القران، افتح سورة المائدة، افتح سورة المائدة. انت قال بتلعب علينا؟ شفتوا نفس المناظرة بتاعت ابن عباس الناظرة للخوارج جاي ناظرنا لا ده عمك الشيعي ده. جيب افتح سورة المائدة. ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. الآية بتلقاها في نص الصفحة. فهم؟ الا تكون ما مؤمن بالقرآن. والله لو بقيت مؤمن بالقرآن تؤمن هسي، لو ما مؤمن بالقرآن والله ما تؤمن. ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا، ايوه قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به. انت قلت تحكيم ما في، انت ما قلت تحكيم بتاع رجال ما في. ابن عباس اما ناظر الخوارج دار انت شوفوا ناس داعش هذا لا، ها السامبول بتاع داعش دار لك سامبول لداعش هذا لعمك ده. فهمت؟ والشيعة وكلهم لما جاء ابن عباس قالوا له، قال له ما اخذكم على علي رضي الله عنه شنو؟ قالوا مما اخذنا. وانا ذاته بتحير من شيعي بيزعم انه عليك الله اسكت يا عمك ما تتكلم معه يا اخونا. زول يا اخواننا بيزعم انه بيحب علي بن ابي طالب، اتكيف من الخوارج الكاتلوا علي بن ابي طالب. انت ذاتك ذاته شيء عجيب ذاته جايب علي بن ابي طالب كتلهم. ده في القران الكلام ده؟ في القران لا، الكلام ده في القران. عرفتوا كيف؟ عرفتوا كيف؟ يا خليك من بني اميه، انت قلت الخوارج قاتلوا علي بن ابي طالب. قاتلوا معه. وطيب المعركه كانت بين علي بن ابي طالب والخوارج. وتكون حروره دي كانت وين؟ دي كانت في المايقومه حروره. قال يا ود الحلال عليك الله خليك، عمك اصبر، عليك الله عمك اصبر، شيل الصبر. انا لو عارف لي نص من الخميني بسكتك كان جبته لك.
لكن ما بعرف. طيب، فربنا حكم الرجال. آية ثانية، ربنا سبحانه وتعالى في الوصية بتاعت الميت في سورة المائدة برضو قال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، عرفت؟ وديل ربنا سبحانه وتعالى هنا قال ومن قتله منكم متعمدا، هاك المصحف، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. ابن عباس، عشان ارد لك على الشبهه دي، ابن عباس لقى الخوارج في حروراء دارين يقاتلوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قال لهم دارين تقاتلوني ليه؟ ها؟ ابن عباس علي بن ابي طالب لما داري قاتل الخوارج قال له عليك الله اصبر لي امشي اناظرهم واجيك. لما جاء ابن، انت ما عارف حاجه يا عمك، انت شايله من الغنوات ساكت، والله لو حضرت زي افلام كان احسن لك، فهمت؟ جاء ابن عباس للخوارج لقى معسكرهم بيقروا قران لغايه ما قال تسمع لهم دويا كدوي النحل، قران بس. وبعد ده قال مما شافوا ابن عباس قالوا لهم ما تجادلوا الزول ده، فان قريشا قوم خاصمون. ربنا قال عن قريش بل وما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خاصمون. ابن عباس قال لهم ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. من ضمن المسائل اللي زعموا انهم نقموا عليه قالوا حكم الرجال، وربنا قال ان الحكم الا لله، وما فاهمين حاجه من حكم الله تحكيم الرجال فيما امر الله، لكن ما بيفهموا الخوارج. نفسي شغل عمك ده، واحد شايل له معلومه ومقطوعه وفي النص جابوا له دعايه وقبل ما يتم ما يقدر يجي يخش بها هنا. انت عمك الليله ذاته جاي من وين ذاته ما بعرف، فهمت؟ فمساله تحكيم الرجال ما فيها شيء، انت شايل منهج الخوارج وشايل منهج الشيعه وشايل منهجهم تشت. طيب، والقراني قال انا ما داير قران، والله فيك حديث الرسول الذي رواه ابن ماجه في كتاب السنن في المقدمه اول المجلد بتاع سنن ابن ماجه. ها؟ قال حديث المقدام ابن معدي يكرب الكندي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. عرفت يا عمك؟ فالسنة دي موجودة، ربنا سبحانه وتعالى أديك آيات من القرآن قالت لك في سنة. ربنا قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله عرفنا، الحكمة هي شنو؟ الحكمة هي شنو؟ هي السنة. ربنا قال ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ما نزل إليهم هو شنو؟ هو القرآن. ونزلنا إليك الذكرى، الذكرى بيبقى شنو؟ بيبقى السنة. ما تقعد تغالي ساي يا عمك ما تقعد تغالي ساكت. ما يلا بعد ده ما عندنا مشكلة، نشوف الموضوع وينه ونشوف الصحيح منه. من الموضوع كلامك جبته هسي الآن، من الموضوع قال عمرو قال عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري قال كانوا حكمين، وعلي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما قاموا حكموهم. طبعا دي انت شلتها من الكتاب بتاع سنه رابعه ولا خامسه ابتدائي، والقصه دي فيها ابي مخنف لوط ابن يحيى، قال عنه الامام الذهبي في كتاب سير اعلام النبلاء اخباري تالف ما نافع، فهمت؟ وقال ابن جرير الطبري في مقدمه كتاب التاريخ في المجلد، الكلام ده القصص اللي ذكرتها دي موجوده في المجلد الخامس، ها؟ وموجوده عن ابي السائب الكلبي، عرفتها؟ وموجودة عن ابن عبد الحكم وغيرهم من الوضاعين والكذابين، فهمت؟ انت بتنجر ساكت يا ود الحلال يا عمك، انت بتلقط ساكت، انت اللاقط بتاعك ده ما فيه فلتر، فهمت؟ بعد شيء المكنة بتاعتك بتخف والله يركبوا لك شمبر. المهم كده خلينا نرجع للموضوع، عرفت؟ هنا القصة دي من رواية الأخباريين التالفين، وأما الرواية الصحيحة أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الأمر شورى في من توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وكان الكلام ده في محلة اسمه أذرح، تعرف أذرح وين؟ تعرف أنا أخش معك تاريخ
ولا تواريخ بلدان يا عمك؟ عمك ما تصير ساكت، اشي عدل بغشوك والله يورطوك، واحنا داري لك الخير. ده الناس بيقوموا ينخروا لك قلبك ده عشان تحقد حتى على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا بجي بتكلم لك عن كلامه اللي قاله. أيوه أيوه، لا ده ما جاي إنه. طيب. قال في زمن علي الدولة منقسمة. ومعاوية رضي الله عنه قال ما كان داخل مع علي بن أبي طالب وقال شق عصا الطاعة. كذاب. الزول اللي قال لك الكلام، معلش أنت ما شفته. رويت لقاك وين الكلام ده؟ لقاك وين؟ كان وين؟ ما دي قصص حبوبات ساي. أكان خلوه يا ناس. أكان علي بن أبي طالب قاعد هنا، وأكان معاوية رضي الله عنه، وأكان ما أكان ذاته، ولا كان علي بن أبي طالب حاكم. ها رأيك؟ لقاك وين ذاته حاكم؟ في آية قالت علي بن أبي طالب حاكم؟ ما في ذاته، علي بن أبي طالب ما كان حاكم. ممكن أقول لك ذاته ما كان صحابي، واحد من الأئمة الأربعة. أتاني رأيك شنو؟ ما هو الموضوع ما إنه مغالطة، لا، كان الموضوع ده بسردي بتاع أسانيد، علم بتاع جرح وتعديل، حتى عند الشيعة فيه، أنت ما قدرت تصدق به؟ خلي يا عمك بلاشك يكون علمي ومنطقي. أنت ما تباري الشيعة عليه ساكت. عرفت؟ فالناس ديل جابوا روايات باطلة. الزول يا أخواننا عشان يقبلوا روايته، نحن لو عندنا في الجامعة دي مثلاً، أو عندك في المجتمع يا عمك، المجتمع السوداني، زول بتاع كذب. بيونس الناس في النادي، ولا بيونس الناس في الليستيقة البرة بتونس، ولا مع أمامك الكبار في رمضان، وبيجي يكذب عليهم. والله اخواننا العماره ديك حقت اخوي، وديك حقت فلان، وديك حقت فلان. يجي يوم من الايام يا ناس يقول لهم هوي والله في سرقات الايامات دي حايمه، بيقول لك قال لك الكلام ده منو؟ بيقولوا ولا ما بيقولوا؟ ليه بيقولوا؟ عشان يتثبتوا مش؟ وربنا قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءه صحيحه فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم شنو؟ نادمين. فالزول بيتثبت. الناس اللي نقلوا الاخبار اللي بتقول فوق انت دي ناس كذابين، ناس كذابين. وعلم الجرح التعديل ده اتفقت عليه جميع الامه، وانه زول ينظروا في حاله هل هو صادق ولا كاذب. وحتى لو بقى صادق ما بياخذوا منه طوالي، لغايه ما يعرفوا انه الزول ده حافظ الكلام اللي شافه، وبعد ده ما بياخذوا منه لغايه ما يعرفوا انه صحيح لاقى العالم داك وسمع منه. عشان ما ينقلوا لك كلام ساي يا عمنا، والله احنا دارين بك الخير. أنا بقول لك الكلام ده عشان داير الأصول اللي جابوها لك الشيعة دي يقطعوها لك من تحت. أنت الآن ذكرت كلام كثير من كلام الشيعة، وقلت بتؤمن بالقرآن، وفي كلام كثير هنا ما في القرآن. قلت الزبير بن عوام ضحية مؤامرة دنية. طيب ده فيها أطوال. قلت الزبير منو كده ما عارف الوقعة التي سميت وقعة الجمل دي في القرآن ما في. فهمت؟ فأنا دايرك تثبت معي يا عمك، دايرك تثبت معي إنه الشيعة ديل ناس كذابين. فهمت؟ وناس لا يوثق بهم. ها الإمام مالك قال لك شر الناس الشيعة ديل. قال ديل بإجماع العلماء ما بيوخذ بكلامه. طيب من الكلام السيء اللي قالوا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اتكلم في مسألة، بس أنا دار الورقة. عرفت؟ من الكلام السيء اللي قالوا إنه عائشة رضي الله عنها فيها نفاق. هاي برجع عليك، بس أنا دار أثبت مسائل معينة مهمة. عرفت؟ فبيطعن في زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، دي نزل فيها قرآن يا ود الحلال يا عمك، دي نزل فيها قرآن. وربنا سبحانه وتعالى عائشة رضي الله عنها لو فيها مقال ما ممكن يرضاها لأفضل البشر. ربنا قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. عرفت؟ فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وعائشة رضي الله عنها هي من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما خروج عائشة رضي الله عنها لا ده علاقته بالموضوع شنو؟ سمامته قال عمر بن عبد العزيز. وين سمامته؟ ومنو قال عمر بن عبد العزيز مات مسموم؟ دقيقة، قال مات مسموم منو؟ أنت الكلام ده بتجيبه من وين يا عمك؟ أنا داير الجحر اللي بتمرق منه البلاوي دي. الجحر ده وينو كده؟ وريني له.
قال لك ما تعديل عمر بن عبد العزيز ما تعديل وجمع اولاده كلهم جابوا عرفتها. ولما قالوا له يا اخ اولادك دين ما توصي لهم، قال لو كانوا صالحين فان الله يتولى الصالحين وان كانوا غير ذلك فلا اعينهم على معصيه الله. ما في سرير ده سنتين وستة شهور، انت بتجيب الكلام ده من هنا؟ الكلام ده انت عارف الطلبه دين بيضحكوا فيك ساي والله عمك ما تتورى ساي ستة شهور. طيب نرجع للكلام، نرجع للكلام. فام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لما قتل عثمان قتله الخوارج المجار مديل، لما قتلوا عثمان رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع الصحابة وكان علي رضي الله عنه بايع لعثمان رضي الله عنه. فلو جيت قلت لي الصحابة التانين جد كفار، لو قلت جد كفار علي بن أبي طالب بايع، واحد من خيارين، يا تقول لي علي كافر زي بقية الصحابة وتكون أبطلت مذهبك وكفرته، ولا تقول لي علي بن أبي طالب خواف، واحد من الاثنين ما بخليك. طيب فعثمان رضي الله عنه لما قتل، اسمع يا عمك ما تقاطع، عثمان رضي الله عنه لما قتل معاوية رضي الله عنه من 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 أهله ومن بني أمية، فطالب أن يقتص من قتلة عثمان. وأن احنا في كتب أهل السنة، نحن خليك من كتب الشيعة، ابن حجر العسقلاني جاب رواية لمعاوية رضي الله عنه قالوا أنت تقاتل عليا على أنك إمام أو أنك خير منه؟ قال ما أقاتل، ده جابه ابن حجر عرفته، جابه ابن حجر قال ما أقاتله على أني خير منه ولا أني أمير، وإنما أطلب بدم ابن عمي. قال الله تعالى، مش قلت القرآن في سورة الإسراء، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فهمت؟ يعني أنت لو مات أخوك قريبك ربنا أداك الإذن والحق الشرعي إنك تطالب بدم وليك. فهمت؟ فما خرج ولا ادعى الإمامة ولا قاتل علي رضي الله عنه، وإنما الفعل الكلام ده. أنا ما جايك للقصة اللي قاعد تقاطعني ما دارني أتمها عرفت؟ الحصل كله بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وسمع بذلك معاوية. عائشة رضي الله عنها لما رجعت إلى الحج، ولما رجع الصحابة من الحج وسمعت أن معاوية يطالب بدم عثمان رضي الله عنه، قالت الناس ينصلحوا، الناس ينصلحوا، وبعد ذاك يقتص من قتلة عثمان رضي الله عنه. علي بن أبي طالب بيقول أمير لما يستتب لي الأمن حتى أكتل الناس ذيل. معاوية رضي الله عنه قال أن إحنا إذا بايعنا الناس ذيل عندهم شوكة، الناس ذيل عندهم شوكة عرفتها، فالناس ذيل يقتص منهم أول وأنا ما عندي مشكلة. ومعركة الجمل عائشة رضي الله عنها أصلا ما خرجت لقتال، وجز زبير وطلحة رضي الله عنهم أجمعين، واستدلوا بالقرآن، لأنه أنت قلت سنة ما داير وتاريخ ما داير، فهمت؟ استدلوا بالقرآن، قالوا ليها ربنا قال لا خير، تلقى على يدك اليمين في المصحف فوق بداية النجمة، ربنا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ده قران ولا ما قران؟ لو داير المصحف قريب اصله طريقه ليكذب ما في، فهمت؟ فعائشه رضي الله عنها خرجت لتصلح بين فئتين من المسلمين عظيمتين. جو الشله العواليك السفله، ناس مالك بن الاشتر النخعي وكنان بن بشر التجيبي وحكيم بن جبله وعبد الله بن سبا اليهودي وغير من الخوارج المجارمه، لما عائشه رضي الله عنها جات وقالوا لا انت ام المؤمنين، ربنا قال وازواجه شنو؟ امهاتهم، وده دليل على انه عائشه رضي الله عنها ما منافقه يا ود الحلال يا عمك، فهمت؟ لانه ما ممكن تكون امنا منافقه، فهمت؟ ولا هي ما امك؟ ولا هي ما امك؟ كذا فكر، هل تشتغل بالتغيه ولا تصرح بها مره واحده؟ عشان الشعب السوداني يفضحك، كذا شوف. اها اها أها ولم يغنى عنهما من الله شيء وظلت خلال النار مع الدهر. طيب يلا كفرت بشنو؟ ربنا قال امرأتي نوح، ما أسمع ده دار يستدل على تكفير عائشة كده، ركز معي، دار يكفر لك عائشة رضي الله عنها، عمك ده يكفر في عائشة رضي الله عنها عرفتها؟ طيب استدل على 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 تكفير على تكفير عائشة إنه في بنت النبي زوجتين النبي كافرات، طيبين ربنا قال كافرات، طيبين ربنا قال كافرات، والخيانة ليه
الخيانه هنا خيانه بتاعت خيانه بتاعت دين ومله صح ولا كيف؟ انا خدتك في الدين ثاني اعظم من ده شنو؟ اه طيب يلا يا تو ايه اللي قالت انه عائشه رضي الله عنها كافره؟ الاحداث يا تو احداث البتاعه دي منكم بتسيئه نعزيهم مرتين والبتاعه دي منكم حسنه نضاعف لها اجرها مرتين. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال عن الحرم ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم، ده معناه كافر؟ زول سرق جوا الحرم ده كافر يا اخواننا؟ جرم كبير وحرام منه وما يسويها لكن كافر؟ ربنا قال سنعذبه مرتين، ها كافر؟ كافر يعني؟ انت ما جبت دليل يا عمك، انت ما تفهم الكتاب والسنه بفهمك انت وفهم شيوخك الشيعه. فهمت؟ ربنا زكى عائشه رضي الله عنها وقال الناس اللي جابوا الحديث عنه ربنا سبحانه وتعالى قال: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات شنو؟ بانفسهم خيرا. فربنا جعلها من انفسنا نحن مش من انفسنا، دي امنا ذات رضي الله عنها. تجي تطعن فيها بكلام لا له خطام لا له زمام، كلام بتاع شيعه وكذابين. يا عمك ما تكذب، الكذب حرام بيقطع اللسان من ورا وقدام. ده قرونا له في الروضه، فهمت؟ قد تكون ما حصلتك لكن بتحصلك حاجه ثانيه، فهمت؟ فما تكذب يا اخي، دي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ومشت تصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. طيب دقيقة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه مش مسك الحكم، ماذا كان يتعامل مع، كيف كان يتعامل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ كفر، آذاها، سباها، بل كان يصل بالصلة وبالكلام الطيب وكان يرجع لها في المسائل والمهمات. إما علي بن أبي طالب عندكم أنتم يا شيعة منافق، وعلي بن أبي طالب عندكم أنتم يا شيعة بيشتغل التغية، وإما وزال بقى زول بقى امير المؤمنين بخاف، علي بن ابي طالب بخاف، علي بن ابي طالب لقى مرحب اليهودي الزول الشرس قال انا الذي سمتني امي مرحبا شاكي السلاح بطلا مجربا، فهمت؟ فقام علي بن ابي طالب نزل له قال له انا الذي سمتني امي حيدره كليث غابات كريه المنظره اكيلكم بسيفك الى السندره نجم لك خلى لك نصين زي شاورما. فهل علي بن ابي طالب بيخاف؟ ها؟ يا عمك انت ما طلقت لك كلام من قنوات فارغه وقنوات فاشله بتاع الشيعه. ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ربنا سبحانه وتعالى قال ان قال ربنا قال ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره. الايات دي نزلت في الدفاع عن منو؟ يا ود الحلال يا عمك. يا عمك انت كلام، انا بديك بقران، انا بديك قران بقران، ربنا سبحانه وتعالى ادى قران وده دافع عنا الله. اربع شهداء ثاني وين؟ انت استدلالك ده زي استدلال البول باللبن، فهمت؟ انت بتمزج الحاجه كده وما عارف اي شنو ذات. طيب علاقتها شنو؟ علاقتها شنو؟ علاقتها شنو؟ ربنا قال ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم. ربنا سماه شنو؟ سماه شنو؟ إفك. الإفك ده شنو؟ الكذب على منو؟ الآيات دي نزلت على منو؟ ده ما سؤال، لا الإفك ده على منو؟ ربنا قال إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم. والله يا عمك أنت إنسان مكابر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمص الناس. ما تكابر يا أخي، الله يهديك يا أخي. آيات واضحة بتناطح فوقها. ربنا قال إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة، لا تحسبوه شنو؟ شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، والذي تولى كبره منهم عبد الله بن ابي بن سلول اللي بيدافعوا عنه الشيعه لهم عذاب عظيم. ربنا قال لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. واضح ولا دار له استدلال، الله قال واضح. والله الايات دي بتجلد في الشيعه في نص راسهم لما عيونهم حمرت زي ما انت شايف، فهمت؟ ايات واضحه، ايات واضحه، أدلة واضحة، فهمت؟ والله القرآن ده ما داير له تعقيب، زول بيجتهد، زول بيجتهد وبيجتهد وما بتلقى حاجة، ما بتلقى حاجة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، سماوه إفك، سماوه كذب، وسماوه اختلاق، لأنه كلام باطل وكلام مزور وكلام ما عنده خطام ولا زمام. عرفتها؟ أيوه. فما دل ما بيأمن، عشان كده من قلبي غالتني. والكلام ده قالوا الكافي، قالوا الكليني في كتاب الكافي. والكليني ده عند الشيعة
زي عندنا صحيح البخاري الكليني قالوا قال في كتاب الكافي قال الحديث تقريبا او الصفحة رقم 55 الطبعة دي طبعة مضغوطة قال وإن عندنا مصحف فاطمة وما أدراك ما مصحف فاطمة قال فيه مثل قال هو مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات وليس فيه من قرآنكم حرف واحد. انت ما تتخيل الزول ده بقاطعني ساكت لانه انا من قبل انا بداية النقاش انا داير معه قضية شنو مشتركة مش زي ما بقوله يعني هسه الشيوعي تجي تقول له يا شيوعي اها نرجع لوين نرجع لوين بيرجعك في النهاية للعقل للمنطق للكورة لأي حاجة بيرجع لكن الشيعة دي ما بتلقى لهم أرضية تمسكوا بيجاي ينط بيجاي تمسكوا بيجاي ينط بيجاي التاريخ ناطي منه ما عندك أي حاجة. طيب قال ليه قال الإنسان إذا أخطأ له قال يقولوا لك الإنسان إذا أخطأ له أجر واحد وإذا أصاب له أجرين وربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أنت ما فهم اللغة العربية يا عمك. أيوة أنت ما جيتني في محلي كيف قال لي كيف لولا في لغة العرب يا عمنا بيسموه حرف امتناع لوجود فامتنع ركون النبي صلى الله عليه وسلم لوجود تثبيت الله للرسول صلى الله عليه وسلم فهمت؟ وده ما بابه ذاته ده ما بابه ده أيوة أكان 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 دي مهمة شديد أنت جبتها في البداية أكان أكان دي اسمها أداة شرط سودانية فهمت؟ أداة شرط سودانية ولولا أداة شرط عربية لولا في لغة العرب حرف امتناع لوجود امتنع ركون النبي صلى الله عليه وسلم وده ذاته طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم لوجود التثبيت من الله لكن ده ما الباب ليه؟ لأنه ده مسألة بتاعت اجتهاد مسألة بتاعت اجتهاد والناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخواننا معصومين ولا ما معصومين؟ معصومين الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما معصومين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إذا اجتهد الحاكم أو قال العالم دي برضه رواية يعني زول اللي بيبذل الأسباب يتعلم العلم الشرعي يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويتعلم لغة العرب وكلام الصحابة وكده ويبقى إمام متضلع في العلوم الشرعية ويكون إنسان مخلص ما بتاع هوى زي الترابي وغيره وزي الخميني الكافر ده بعد ده إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد أجر الاجتهاد ويعفى عنه خطأه وأما إذا أصاب فله شنو أجران. نرجع للسنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جو الزنادقة من الشيعة بتاعنا الخميني اللي بتحضر لهم انت ديل قالوا لعلي بن أبي طالب أنت هو دي طائفة السبئية ناس عبد الله بن سبأ قال له إنت الله ذاته وعلي بن أبي طالب وده أنا متأكد الشباب بيكونوا حافظين بيت الشعر ده ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت منه قنبرة قنبرة ده مولاه علي بن أبي طالب بدأ يحرك في الشيعة لغاية ما جاء ابن عباس قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دي لو كنت أنا لما حرقتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من أهل الجنة رابع الخلفاء الراشدين المهديين إمام من أئمة أهل السنة والجماعة بل من أعظم أئمتهم أخطأ في هذه المسألة رضي الله عنه وخطأه مغفور له. عرفت؟ لو الحديث ده ما في عمك بتكفر أنت بمنهج الشيعة بمنهج الشيعة دي فهمت؟ طيب وده ما فيه حاجة أسئل أديك لأنا قال عقلك بصدق هاي ليه ما يصدق؟ أسي عندك دكتورين كبار مثلا دكتور أبو سين داخل الصايكلة وفي واحد بس بيحضر التلفزيون بيحضر ناشونال جيوغرافيك وقال أنا دكتور كلى زي شغلة عمك دي فهمت؟ وده عمل عملية ودكتور أبو سين عمل عملية دكتور أبو سين أخطأ في مسألة معينة مثلا والزول توفى أو حصل له فشل كلوي أو أول عملية ما نجحت وجا مارق برا وده جا بدل ما يشتغل له هنا شرط له من خشمه وليه تحت هل بيجي يقولوا ده خطأ أبو سين وخطأ عمك الجربندي ده واحد ليه ما يقبل العقل ما يقبل ليه عادي بيقبل عادي العقل بيقبل فهمت؟ طيب قال فكلامك ده كله كلام أنا بعتبره إنه أنت لو لاحظت عمك أنت بتتكلم بحقد ذاته عجيب مرة واحد قال
يا اخ شاورهم ده في امرين وما بشاوروا اي زول يا عمك، زول بيعاين للقنوات ده ما بشاوروا ذاته، فانت تتكلم سايا. قال قال هلا قال شنو تاني؟ ايوه قام انكر مقتل عثمان رضي الله عنه. ها؟ منو؟ اي ما ده كلام هو. ما هو ايش انت قال؟ الصحابه عائشه رضي الله عنها لما قال لها في ناس بيتكلموا في ابو بكر وعمر، قالت لهم ديل ناس ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم ليه؟ فاحب الله ان لا ينقطع العمل بعدهم، فكلامه فيهم ده من اعظم الغيبه وقد يدخل في الكفر بالله سبحانه وتعالى. قام انكر قتل مقتل عثمان، ومن قبل عمك متكيف وانا بقرا له كلام سيد قطب، فهمت؟ مقتل عثمان، قال كيف الناس ديل يجوا ويقاتلوا عثمان وناس كتار زي ديل؟ ها؟ وكيف علي بن ابي طالب رضي الله عنه المعروف عنه، ما انت قلت شغل بتعقل وانا بلزمك بالزامات، كيف ما يقدر الناس الخشوا في جيشه ديل يقتلوا؟ وكيف علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما قدر يحسم الملك لمعاويه رضي الله عنه؟ كيف؟ ايوه يعني الموضوع ما موضوع كيف؟ ما موضوع عقل، موضوع بتاع تاريخ. طيب فالنازل النازل عثمان رضي الله عنه مات كيف؟ سؤال، انت مش انكرت انه ديل ما قتل عثمان؟ عثمان رضي الله عنه مات كيف؟ يا خليك من مروان، عثمان رضي الله عنه مات كيف؟ خليك من 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 مروان بن الحكم، عثمان رضي الله عنه مات كيف؟ دخل عليهم منو؟ المظالم. يعني عثمان كان ظالم؟ لا 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 لا، انت قلت الناس المظالم، الكان امام منو؟ الكان امام منو؟ كان عثمان رضي الله عنه. طيب معلش نمشي معاك، مظالمهم كانت شنو؟ ننزل معاك لاخر مستوى، مظالمهم كانت شنو؟ استفزهم. يعني هسه يا عمك، يعني هسه يا عمك انا هسه استفزيتك، قلت لك يا عمك والله وشك ده ما عاجبني، مش ده استفزاز؟ طوال شيل سكينه تطعني ده بالعقل كده بخش هنا بخش بالعقل بخش، بس استفزاز تقتلني يا عمك؟ ما تفكها بالراحه، ما تكذب قدر ده يا عمك، عرفتها؟ المقتل عثمان رضي الله عنه، الناس اللي قتلوا عثمان رضي الله عنه ديل الخوارج، ناس عبد الله بن سبأ اليهودي، ده صحابي ده. نمره اثنين حكيم بن جبلة، ما انا دار اديك لهم بالاسناد حكيم بن جبلة، حكيم بن جبلة وكنانة بن بشرة التجيبي وغيرهم من الجماعة ديل، هل ديل كانوا صحابة؟ هل ديل كانوا صحابة؟ عرفتها؟ فالشغل بتاعك ده يا عمك انت شغل بتاع مكابرة ساكت، ديل مجموعة من المجارمة والشيعة والكلام اللي بيقولوا انه مروان فعل وفعل، دي كلها رد على عثمان رضي الله عنه. عثمان بن عفان رضي الله عنه ما ظلم انسان، ولا كان الناس في زمن عثمان بيشتكوا من ظلم ذاته. الناس في زمن عثمان ما كان بيشتكوا من ظلم، وريني ظلم واحد يشتكوا منه. اديني ظلم باسناد بالتاريخ بالعقل من الخميني، جيب ظلم واحد في زمن عثمان، جيبه جيبه جيب الظلم. وينه الظلم؟ الظلم وينه؟ الظلم وينه؟ يا اخ ما تكذب يا عمك، ما تكذب، انت زول كبير ما تكذب، فهمت؟ ما تكذب يا اخ. الظلم يا تو عمر عبد العزيز ماله؟ هل طيب ده يا ود الحلال، ما تقول لي الناس كانت مستبشره وما مستبشره يا عمك. انت قلت بني اميه ديل، انت قلت بني اميه ديل، قلت عثمان بن عفان، عثمان بن عفان، عثمان بن عفان، قلت في زمنه كان في ظلم. انا قلت لك اديني نموذج للمظالم اللي كانت في عهد عثمان بن عفان. جيت قلت لي عمر بن عبد العزيز الناس بيستبشروا به، عمر بن عبد العزيز بعد عثمان، اسمع 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 كلامي، عثمان بن عفان مات سنه 33 هجريه، بعده جاء علي بن ابي طالب، بعده جاء معاويه بن عثمان، معاويه ابن ابي سفيان، بعده جاء يزيد ابن معاويه، بعده جاء معاويه ابن يزيد ابن معاويه، بعد ذاك تردد الامر فجاءت خلافه ابن الزبير، بعد ذاك جاء مروان بن الحكم، بعد مروان جاء عبد الملك ابن مروان، بعد ذاك جاء سليمان بن عبد الملك ومجموعه من الامراء، حتى بعد عصور حتى جاء عمر بن عبد العزيز. لما عمر بن عبد العزيز مع عثمان بن عفان رضي الله عنه اللي كان في 33 هجريه، اللي انت قلت في زمنه كانت مظالم، علاقته شنو؟ يعني ما ممكن الليله زول يجي يقول لي يا اخواننا زول يجي يقول لنا يا اخواننا الان عثمان بن عفان في ظلم وما ظلم لانه الامام المهدي، اجاب المهدي على عثمان رضي الله عنه شنو؟ ما ممكن يا اخي، ما ممكن يا عمك. ايوه يعني انت بدأ يد في الخوارج؟
كلامهم صح الخوارج ديل؟ معليش خليك ما دل قريته انت يا عمك. ليس كل ما تقرا صحيح، لانك كحاطب كحاطب ليل تقرا تقرا من غير اسناد ولا خطام. انت قال القراءه دي ما عندها وصول. لكن انا ارجع معاك، هل الخوارج كانوا على حق؟ الخوارج كانوا على حق؟ خليك من استفزهم، كانوا على حق يعني كلامهم صح؟ يقتلوا صحابي صح؟ يقتلوا صحابي صح؟ استفزهم. انا الان مغير معاك انه استفزهم صح؟ كلامهم صح؟ الخوارج صح؟ مذهبهم صح؟ دينهم صح؟ لا الخوارج يقتلوا صحابي صح؟ الخوارج يقتلوا صحابي صح؟ يا اخواننا ده شغل بتاع مكابره ساكت، اي خلوه. طيب ما انا دقيقة نوريك. الخوارج ديل ناس دارين الملوك، وديل الناس ديل حرشهم واحد اسمه عبد الله بن سبأ. عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لهم يا اخ ما تسمع يا عمك ما تسمع انت. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جو الخوارج ديل قالوا نحن عندنا 17 مسألة ذكر الامام ابن العربي في العواصم من القواصم، ورد عليها كل عثمان رضي الله عنه. قال لهم تاني عندكم حاجة؟ قالوا له رضينا يا امير المؤمنين. الخوارج رضوا، انت ما ارتضى يا عمك؟ انت نازل دافع لك حاجة ولا شنو؟ فهمت؟ الخوارج بعد ذاك فاتوا كويس؟ الناس اللي فاتوا ديل رؤساء القبائل، ناس كنانة ابن بش وناس حكيم ابن جبلة وناس عبد الله ابن سبأ وغيرهم من المجارمة ديل، الخوارج ديل هم زوروا الكتب، زوروا الكتب على عثمان رضي الله عنه. ومش قالوا كده، قال عثمان يقتلنا. وهو عثمان قال لهم امشوا. معقول عثمان يقول لهم امشوا وتاني يقتلهم؟ هم قاعدين في داره. لو دارين يقتلهم ما كان قتلهم عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه لو دار يقتلهم يقول لمواليه الدارين يدافعوا عنه يقول لهم يا ناس اللي بيغمد سيفه حر. عثمان رضي الله عنه لو دار يقتلهم يجي والحسن والحسين اولاد علي بن ابي طالب. هل انت بتزعم انك من شيعته؟ علي بن ابي طالب اولاده الاثنين رسلهم قال لهم دافعوا عن عثمان. الاثنين عرفتها؟ تجي تتكلم ساكت انت يا عمك؟ بعدك الناس ذي ما رعوا حرمه ولا ذمه لعثمان رضي الله عنه وقتلوه، دار تجي تدافع عن الشيعه وتدافع عن الخوارج؟ فهمت؟ عشان كذا لو مرقوا الخوارج وناس داعش عمك ده بكون الناطق الرسمي بالنسبه لهم، والله الذي لا اله غيره. ما الان بدافع عن الخوارج؟ الناس اللي قتلوا عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون. مش دار تعرف المنافقين؟ ديل اللي قتلوا عثمان. تقف مع المنافقين ليه؟ تقف معهم ليه؟ أولاد عمك؟ تقف معهم ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون أن تخلعه فلا تخلعه. والقميص هو الخلافة. أبو موسى الأشعري الحديث كان في البستان والحائط والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد في البير. جاء استاذن أبو بكر الصديق قال له دقيقة، استاذن من النبي صلى الله عليه وسلم واجيك. استاذن منه قال له ائذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر فاستاذن فأذن له فجلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عثمان رضي الله عنه فقال له ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. زول مبشر بالجنة، اتزوج بنتين الرسول صلى الله عليه وسلم، البيعة بتاعت الرضوان في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كانت لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مشى ليعتمر لمكة. قاموا أهل مكة قالوا هاي أنحنا السنة دي عمره ما في، عرفتها؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم رسل لهم عثمان يتفاوض معهم. عثمان عرفته؟ ليه رسل عثمان؟ واحد من الخوارج والشيعة قالوا عثمان رضي الله عنه ما شهد بيعة الرضوان. ابن عمر قال له انت بليد ما بتفهم. بيعة الرضوان دي لما الرسول رسل عثمان جوا مكة مرقت إشاعة قالوا الكفار قتلوا عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تجد بايعوا على الموت تحت الشجرة دي. الصحابة بايعوا والنبي صلى الله عليه وسلم شال يده الثانية وضرب بها يده الأخرى، قال وهذه عن عثمان. يعني الناب عن يد عثمان يد منو يا أخواننا؟ أشرف الأيدي يد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمت؟ قال
قال فلو ابن عمر قال فلو كان أحد عند أهل مكة هو أرضى من عثمان لأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. زول يتزوج بنتين النبي، بنتين النبي صلى الله عليه وسلم، يتزوجن عثمان رضي الله عنه، دارين تجي تتكلم فيه أنت وتجي تشكر له الخوارج الكتلوه؟ ها؟ عثمان رضي الله عنه اشترى الجنة 3 مرات. الخوارج ذاتهم اللي بتدافع عنهم ديل، اللي أنت بتدافع عنهم ديل. قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار، وقال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الرسول قال أنا لو لميت فوقهم بقتلهم، وعمك ده بيشجع فوقهم. شجع فوق فوق الخوارج فوق، بكرة يا سوداننا بكرة يا خوارجنا تكبر. ده عمك ده بشجع فوقهم، فهمت؟ ما ده كلامك أنت، أنت عمك لا عندك مزور لا عندك ما مزور، ولا عندك كاشف تزوير ذاته. ما عندك كاشف تزوير، نمسكك في التاريخ تقول لا القرآن، نمسكك في القرآن تقول لا العقل، نمسكك في العقل تقول لا مكذوب، نمسكك من وين أنت؟ أنت جيب لنا الإزام عشان ننجمك هنا، لكن تزوق برضه بننجمك، فهمت؟ فعثمان رضي الله عنه لما الخوارج حاوطوا البيت قال لهم أنشدكم بالله ولا أنشد إلا من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يسمع الخوارج ويشهدهم، فهمت؟ قال لهم هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة فجهزته؟ قالوا بلى. قال هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر رومة وله الجنة فاشتريتها؟ قال بلى. قال فما زال يقول لهم من يقول من يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فله كذا ففعلت ذلك؟ حتى شهد له الصحابة. عرفت؟ بعد ذلك جاء الخوارج يتلبوا، والخوارج بيزالون بيسووا في شنو؟ الخوارج ذاتهم قال انت مشجعهم ديل كتلوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، رايك شنو؟ ها؟ كتلوا عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم ما من اهل قريش ذاته، ما من اهل قريش يا عمك، ما تكذب ساكت، ما تكذب يا عمك، ما تكذب. عبد الرحمن بن ملجم ما من قريش ذاته، هو ما من قريش. قريش دي جوا فيها بني هاشم، فيها بني عدي اللي هو عمر بن الخطاب، فيها آل الصديق رضي الله عنه، فيها بني أمية، فيها بني هاشم، فيها بني عبد الدار، ديل كلهم جوا قريش. قريش دي قبيلة جوا البطون دي. عبد الرحمن ملجم فيها طبطن هنا إلا يكون في طاقتك دي، ما في يا أخ. ما تكذب ساي عمك يا أخ، ما تكذب خط عمر يا حالك الله، ما تكذب ساي عمك يا أخي، كذب. عرفت؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما انتهت، لما قتل علي بن أبي طالب طوالي، جاء الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مسلمين، وكانت فئة علي بن أبي طالب وفئة معاوية. وعمك ده بشجع عليه في الخوارج وبشجع في الشيعة، فهمت؟ عشان تعرف إنه ذاته منهج غريب ذاته. عشان كده العلماء قالوا فضل اليهود والنصارى على الشيعة، فقيل لليهود من خير أصحاب من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أصحاب من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافض الشيعة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ عشان كده الكافر الخميني قال في كتاب اسمه الحكومة الإسلامية وغيره من كتبه، قال إن الرب، شوف الكلام بتاع الكافر العفن ده، العفن الوسخ الخميني ده، قال إن الرب الذي رسوله محمد وخليفته أبو بكر ثم عمر، هذا الرب ليس ربنا وهذا النبي ليس نبينا. ده قالوا الشيعة في الحكومة الإسلامية. ها؟ ده غير العقائد الوسخة الثانية بتاعت المتعة بتاعت الشيعة. قال لك بتتمتع بالبيت، تتمتع ساعة تمشي تعريسها، هذا الشيعة. ده عين الشيعة عمك، قد تكون انت الكلام ده ما وقفت عليه في كتاب الكافي. انت عارف المتعة دي معناها شنو؟ معناها تعريسها ساعة، ساعة بس وتقضي حياتك وتفوت. ها؟ المتعة دي رأيك فيها شنو ذاته يا عمك؟ لا، ما سؤال، خليك من الصوفية. الصوفية ديل بتنجموا، لكن انت رأيك شنو في المتعة دي؟ المتعة دي رأيك فيها شنو؟ حلال ولا حرام؟ لا كلامك ده ما في وين. ما انت الليلة انت طعنت في ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الشيعة ديل اولاد المتعة، اولاد المتعة الشيعة ديل. ترايك شنو في المتعة دي؟ قالوا بيجوز التمتع حتى بالرضيعة، شافعة بترضع بيجوز يتمتعوا بها. تتمتع. واحد اسمه موسى الموسوي عنده كتاب اسمه لله ثم للتاريخ، قال الخميني بات مع واحد
جابوا له رضيعه قال تسري خليل كله والعفن يتمتع بها. ده الاشياء بتاعينك، الاشياء بتاعينك. قال من تمتع مره فهو في درجه الحسن، ومن تمتع مرتين فهو في درجه الحسين، ومن تمتع ثلاث مرات في درجه علي بن ابي طالب. ده الاشياء ناسك. قال قالوا يجوز اعاره الفروج. انت عمك الكلام ده انا ما بتقدر عليه. المتعه بتجوز؟ المتعه كيف رايك شنو في المتعه؟ ما درسته ومعركة الجمل درستها كيف؟ المتعة أسمع كلامي ده في المدارس ما كلها روايات باطلة. أنت تقبل كلام المدارس وما تقبل كلام سيادك؟ المتعة قالوا يجوز إعارة الفروج. إعارة الفروج زي ما أنت بتدي الزول علبة الهندسة والكالكوليتر يقول لك عن إذنك أخش بها الامتحان وأجيبها لك، يقول لك برضو ممكن مرتك تديها. وطبعا عمك الموضوع ده زايغ منه، لانه انا طوالي بطلب منك موضوع زي ده، طوالي بطلب منك اعاره، ها؟ طوالي بطلب الموضوع ده، تجري منه طوالي. ده دين الشيعه، دين باطل ودين فاشل. الخميني يقول ان لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وان من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا خلافه تكوينيه تخضع لها جميع ذرات الكون. وده مخالف للقران. ربنا سبحانه وتعالى قال على المشركين ناس أبو جهل وأبو لهب، ربنا قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون لله. إجي شيوخك أنت ما عارفهم، أنت ناس الخميني الكافر الكلب والكليني وغيرهم، إجي يقولوا إنه عندهم خلافة تكوينية وغيره من الهوس. في كتابهم بتاع الشيعة ده بتاع الكافر الكليني عندهم إنه الشيعة عندهم إن القرآن محرف، وعندهم واحد اسمه النور الطبرسي ألف كتاب سماه شنو؟ فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فالشيعة ديل يا أخواننا كفار، قال القرآن ده محرف والدين ده محرف وبينبذوا الصحابة وبكفروا الصحابة. فنحن نصيحتنا لك يا عمك توب، والله تلاقي الله بمنهج الشيعة لا تفلح طرفة عين، توب لأ الله. وانت لا عندك مستند علمي ولا مستند تاريخي ولا بتقتنع بالقرآن، توب لربنا سبحانه وتعالى. الشيعة بيورطوك. الشيعة آخر حاجة وصلوا لها قالوا جزء من الرسول بيخش النار. ده آخر حاجة وصلوا له، قالوا جزء من الرسول بيخش النار. ليه يا شيعة يا كفار؟ قالوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وجامع عائشة وعائشة كافرة، عشان كده الرسول ذاته بخش النار. ديل ما كفار؟ والله الشيعة ديل يورطوك. نصيحتنا لك يا عمك تتوب من منهج الشيعة الباطل اللي بينبذوا أصحاب الرسول جوا عينك وجوا عين الخميني الكافر الملحد وجوا عين الكليني وجوا عين النور الطبرسي وجوا عين خامئني وجوا عين حزب الله وجوا عين الحسين وغيرهم. ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ربنا قال رضي الله عنهم. خبر جاء بصيغة الماضي، ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه بإحسان. دي صفة كاشفة. انت ايه عرفك بلغة العرب؟ ايه عرفك بها انت؟ دي صفة كاشفة يا عمك. انت ما بتقدر تنزل معانا يا عرب، تنزل معي؟ نعرف الآية من البداية والسابقون ده شنو؟ اعرف والسابقون شنو؟ خليك اعراب. اعراب شنو؟ الاعراب بتاعي ما لا عرب. عمك يا كافي البلا بيفهم بطريقة وبيتكلم بطريقة وبخاطبك بطريقة. دي آيات في مدح الصحابة. ربنا قال والسابقون، ده مبتدأ يا عمك. والسابقون الأولون يا ما تتم الآية وين بإحسان هسه؟ هسه بإحسان وينه؟ ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. طيب خليك بإحسان. ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، اللي اتبعوهم ذاته خليهم. أها رأيك شنو؟ رأيك شنو؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ده رأيك فيهم شنو؟ وطبعا داير يطلعهم كفار. خدت بالك؟ شوف الزول ده بناقض في سورة التوبة، خدت بالك أنت؟ شفت الشيوعي ده؟ الشيعي ده؟ فهمت؟ ربنا قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ربنا قال لا يستوي منكم من أنفق فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ده في سورة شنو؟ سورة الحديد. ربنا قال وكلا
وعد الله شنو؟ الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. طيب ربنا يوعد له ناس، يوعد له ناس ما بيتبعوا باحسان، وربنا وعدهم، انت قال الوعد ده كيف؟ ها؟ في المنافقين زي عبد الله بن ابي بن سلول، في المنافقين زي شيخك عبد الله بن سبا اليهودي، في المنافقين زي ناس حكيم بن جبله، في المنافقين زي الخميني، في المنافقين زي الكليني، زي غيرهم من الشيعه، دين المنافقين، فهمت؟ لحديث عثمان ذكرناه للجبال. اما الصحابه رضي الله عنهم فتحوا البلدان، اتخيل الناس اللي بينشروا الاسلام في زمن الدوله بتاعت عثمان بن عفان رضي الله عنه، الدوله مشت لغايه الصين، ومشت لغايه المحيط الاطلنطي، ومشت لغايه جنوب فرنسا، ها؟ في عهد بنو اميه الغايزين نقدين، ومشت لغايه الهند جنوب، ديل يبقوا منافقين. والشيعه القطعوا البلاد الاسلاميه، والشيعه ال بيلحدوا في الحرم. الشيعه عندك طائفه من جماعتك الشيعه اسمهم الحشاشين، ديل قلعوا الحجر الاسود من الكعبه وكتلوا الحجيج جوا الكعبه. والحاكم بامر الله بعد ما كتل الحجيج قال انا الله وبالله انا يخلق الخلق وافنيهم انا. فهمت؟ ديل ناسك الشيعه. الشيعه بيجوزوا التواثب، تعرف التواثب؟ قالوا ربنا حل الصيد. يعني قال بيقوموا بيجتمعوا الشيعه نسوان ورجال، بيقول لك ربنا حل الصيد، مش وحل لكم صيد البحر ومتاعه طعاما لكم، لكن هم ابو لده ما بيفهموا لغه عربيه. ربنا حل لك الصيد شنو؟ طعاما، لكن هم احلوه زنا. فبيقوموا يجتمعوا في محل واحد، والرجال والنساء يطفوا الشمع، يكون شمع مولع بالليل، يقوموا يطفوا ويقول لك ربنا حل الصيد. يقوم اي واحد شيعي نط له في واحده شيعيه، فهمت؟ قالوا ربنا حل الصيد، قال ربنا حل لك الصيد طعام يا ود الحلال، ما حل لك زنا. منهج الشيعه منهج نجس بكل ما تحمل الكلمه من المعنى، عرفته؟ طيب لا لا لا، انت قلت التاريخ ما بتقبله، قران بس، جيب قران، فهمت؟ والبدعه ما بتاعت الشيعه ذات، انت قال البدعه ياته اها اها يا تو بدعه. اشهر بدعه عملها عبد الحكم بن مروان انه قال الخطبه بتاعت العيد في نهايه تكون قبل الصلاه. طيب وفي بني اميه انكروا عليه ولا ما انكروا عليه؟ في بني اميه انكروا عليه ولا ما انكروا عليه؟ والصحابه انكروا عليه ولا ما انكروا عليه؟ غيروها. انا الان خليك من ديل، انا الان خطبه العيد الفات اول حاجه صليت بالناس حتى خطبت بهم، غيرتها ولا ما غيرتها؟ اوريك الخطبه قاعده في النت، اوريك لها. انت ما مالك بتكذب كده يا عمك؟ انت زول كبير تكذب. هذا الصح شنو؟ كذا خلوكم مع الشيعي نشوف الصح شنو. اها طيب الزول ده غيره ورجعت وانكر عليه ابو سعيد الخدري في صحيح البخاري، صحيح البخاري، ها انكر عليه ابو سعيد الخدري، فهمت؟ وانكر عليه عبد الله بن عمر، وانكروا عليه بنو اميه ذاتهم انكروا عليه، وغير عمر بن عبد العزيز، وانا قلت لك انا ذاتي غيرته، فهمت؟ لكن الشيعه تعال شوف الشيعه اللي عملوا. طيب الاكبر زول يغير الاكبر يا اخواننا، البدعه محرمه وضلاله واي حاجه، لكن الاكبر هي ولا اكبر تقتل صحابي. انت من قبل قاعد تمدح في الخوارج اللي قتلوا عثمان رضي الله عنه، متكيف منهم، قتل عثمان رضي الله عنه متكيف منهم عمك ده، فهمت؟ فمنهج الشيعه يا شباب دارين تعرفوا منهج الشيعه، ده هو منهج الشيعه، يضرب في ثوابت الاسلام، لا يقبل القران، يطعن في صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام. والزول يا اخواننا دي رساله لكل شاب وكل مسلم، والله تلقى ربنا زاني، سارق، شراب خمر، كتال كتله، بتاع بنجو، بتاع مريس، اي حاجه ما تلقاه على منهج هذا الشيعي. والله ورب السماء لو كان بغيم الليل عمك ده وبحج البيت وبصوم رمضان، فهمت؟ هذا المنهج الدين الشيعي دين باطل لا علاقه له بالاسلام. عشان كده اخواننا الناس تبعد من هذه الضلالات والبدع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، السلام عليكم.